كابتن، لو من وجهة نظر حضرتك ايه اكتر المراكز اللي شايف فيها مشكلة عندنا داخل الملعب؟ لا هو هو أكيد يعني مش حضرتك عايز تقول كده. قولي كم مركز كم؟ كويس. لا هو 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 في علامة استفهام، بس أنا متأكد لأن ده حصل لنا في بوركينا فاسو. إحنا وإحنا مسافرين بطولة بوركينا فاسو كانت قال إن الفريق المصري هيطلع ال 13، او كابتن جوري هو كان بيقول يا جماعه احنا ترتيبنا يعني الترتيب الموجود احنا ترتيب ال 13، فقالوا الكابتن جوري بيقول هنطلع في البطوله دي ال 13. فكابتن جوري رحمه الله عليه قال سيب الناس تعيش في الوهم، احنا رايحين ناخد البطوله. وده حقيقي، انا بحكي حاجه انا عشتها صحيح. وما رحنا كان الشعب المصري جاله احباط، حتى اتحاد الكوره يعني احنا وصل اتحاد الكوره استلم المخزن بتاعنا اللي كان في دار الدفاع، يعني معنى كده ان الناس دي ماشيه مش راجعه، خلاص الناس دي لدرجه ان ما كانش عندنا ملابس. والله يعني الملابس اللي احنا نلبسها بوما او اديداس، عشان كده انا مش هقول، احد اصدقاء الكابتن جوري صاحب مصنع ملابس هو اللي جاب الملابس، وعشان كده لا كانت بوما ولا كانت اديدس يعني كان والله كانت فينيس من كتر الاحباط. الله، طب جايز يعملوا لنا مفاجاه. لا ما انا بحكي ليك القصه دي ان احنا فعلا لما رحنا ومع المنظر ده صممنا كلنا ان لازم نرجع بالكاس، وحصل سواء الجهاز او اللعيب. انا متاكد ان برضو اللعيبه النهارده حاسه سواء القياده السياسيه او الدوله او كل الجمهور حوالين المنتخب، طب ازاي املهم فيهم كبير جدا. فانا متاكد ان يوم السبت الجاي لا الاداء نفسه هيبقى شيء مختلف. ستة التوانين يمكن غلبنا في اول ماتش، لكن خدنا برضو البطوله في الاخر. لا احنا كسبنا الماتشين الاولانيين. اولا احنا طلعنا البطوله دي بجون واحد دخل فينا كان نادر السيد، وخد اعظم حارس مرمى، وبعديها يمكن احترف بره في بلجيكا. بالعكس يعني خلي بالك الصحفيين جم اعتذروا للكابتن جوهري بعد ما دخلنا دور الاربعه المربع ده، اعتذروا له ان كانوا كتبوا واعتذروا لي، كان كتبوا ان احنا اخترنا عواجيز الفرح، وكتبوا كده كابتن جوهري اختار حسام حسن عواجيز الفرح وفكر اختار نادر السيد. فاهم ازاي؟ جوهم لما شافوا الاداء انبهروا. كان في اولا كلنا شفنا بطوله بوركينا فاسو، رغم والله يا كابتن سبع كنا عايشين هناك في ظروف صعبه غير طبيعيه، لدرجه الكابتن جوري عمل حاجه غريبه جدا انه عمل اول محاضره. اولا احنا اول ما رحنا المكان اللي هنقعد فيه احنا الجهاز واللعيبه ما نزلناش من الباص، ما قدرتوش، ما نزلناش، قلنا مش ممكن نعيش خوف يعني اتضايقتوا او الموقف لا 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 يعني انت اول ما بتوصلي اي اوتيل تنزلي مفروض. لا احنا مش عايزين ننزل من الباص، كلنا وصينا لبعض يا كابتن. وكابتن جوري راح نازل وخد الجهاز وجاب سمير قال له تشوف لاي فندق بره، احنا كنا في مقابر حقيقي. والله فراح ما لقاش طبعا اي اوتيل لان بطوله افريقيه وكله محجوز. فنشكر ان دي على ارضنا بقى. ايه اللعيبه في العربيه ساعه يا ربي ما نزلوش، واحنا واقفين تحت، وتحت بقى دي ايه حصى، والمقابر دي يعني عباره عن كانت غير مؤهله تماما خالص. وقصه الاكل كانت مشكله. اول محاضره الكابتن بقى جاب اللعيبه نزلهم، عمل حاجه غريبه جدا، قال لهم اولا المقابر اللي انتوا هتقعدوا فيها دي كل ثلاثه مع بعض جايزه $200 لاحسن ثلاثه ان تحب المكان، يعني ازاي تخش وتوضى بالمكان دي المكان اللي انت هتعيش فيه، واحسن ثلاث لعيبه لهم كل واحد $100، واللي كسب دي هاني رمزي اللي هو الكابتن دلوقتي، كابتن هاني رمزي اللي كسب الاوضه.